طيب لو جيت على عبد الرحمن اسماري، لك يعني معارك او مو معارك، خلينا نقول هجوم على كثير من الزملاء وصفت انها عنصرية على زملاء اعلاميين ورياضيين. عنصري يوصف دائما عبد الرحمن اسماري انه كاتب يعني، او يطلق الفاظ والله. عنصرية. شوف مشكلتنا الحين كلمة العنصري، خلني أعطيك إياها مثل ما أقول على البلاطة. المجتمع السعودي من عرف ما يعرفون كلمة عنصري، ما نعرف عنصري، شعب واحد ومعروفين، ما عندنا لا بس كلنا شعب واحد، ما نعرف. جاتنا كلمة العنصرية عشان الناس اللي دخلوا بين المجتمع يطلعوا عنصري، أي شيء تقوله عنصري. كانوا أول يتكلمون في نجد، معروف النجد والحجاز الشمالية وجازان، كل هالمناطق يختلفون في عاداتهم في تقاليدهم حتى في لهجتهم، صح ولا لا؟ الآن لما تجيب كلمة قالوا عنصري، وانت قصدك انت تدور حول كلمة عنك انت تحديدا استاذ عن تحديد جستنية، عدنان جستنية بالقناة الرياضية، كان يتكلم عن شو اسمه عن الهلال وعن بطولاته وشكك وشو كذا. انا عملت مداخلة، اتصلوا قالوا كذا وكذا وكذا وكذا، ايه ودخلت قلت له انا قالوا انك هلالي، قلت انا اشجع نادي الهلال واتشرب تشجيع نادي الهلال ومن مؤسسي نادي الهلال. وبعدين هذا نادي سعودي، لاحظ هذا نادي سعودي ما في شك، وانا سعودي، سعودي الاصل والمنشا والولاده، اشجع نادي الهلال. هم وين فسروها؟ إيه سعودي الاصل والمنشا، يعني كان ايش ما أقصد أول وشون ما خطر علي بالي. عدنا نستنيه مواطن سعودي وزميل وصديق، ولا أبعد ولا شو ولا يمكن تخطر علي بال واحد شلون أقولها على الهواء. أنا تكلمت كمواطن سعودي من حقي أشجع هالنادي السعودي، لكن تفسيرات إيش اللي يتصيدون ما الإعلام والسبب العنصري اللي طلعت هو الإعلام. أسوأ إعلام في تاريخ الحرائر الرياضية هو الإعلام الآن. الغالبية في ناس ما نقدر نظلمهم، هذا اللي يعني نقول العنصرية. طيب.